بتخافي من عقارب الساعة ولا لا؟ اطلاقا. طول عمرك ما بتعمليش حساب للوقت؟ ابدا ما بخافش من الوقت ابدا ابدا ابدا. يمكن انا عندي انا برج العذراء، برج العذراء عنده بعد نظر شويه، دايما سابق الحدث. يعني هو سابق دايما الحدث، بيحاول يلاقي حلول لما سوف يحدث، لانه هو تركيبه منطقيه جدا، المنطق عنده، الاحلام عنده ليها اساس واقعي. يعني ما بيحلمش ان الجنيه يبقوا 1000، لا، الجنيه يبقى 10 وال10 يبقوا 100، فما عندوش احلام زايده قوي، لا لا، احلامه نابعه من الواقع. فانا طول عمري عندي نظره للي جاي. يعني ما فيش حاجه عندي اسمها بالصدفه جرانتد، لا، ما عنديش حاجه مضمونه. يعني انت ما تاخديش الحياه على ان كل شيء مضمون، ما فيش حاجه مضمونه ابدا. الشيء الوحيد اللي مضمون يا دعاء اللي انت بتشتغلي عليه عشان تضمني استمراريه وجوده، شخصيتك اللي اشتغلتي عليها. هو كده. فرحه عمرك وابيض يوم في حياتك؟ بالصدفه. بالصدفه؟ بالصدفه. حديقه الاندلس ومتفرجه مع والدتي واختي وجوزها، وفتيات جمال كده طالعين يختاروهم سمراء القاهره، وما لقوش حد على اللي هم عايزينه، المستوى سبوت لايت على المتفرجين، وقالوا دي. وطلعتي؟ طلعت. انا لبسوني مشرح سمراء القاهره، قلت لهم يعني انتوا هتدوني فلوس؟ انا عن كل همي انا عايزه فلوس. قلت لهم يعني هو في فلوس؟ قالوا لا، ده في انك تشتركي في ملكه القطن المصري. قلت لهم دي فيها فلوس؟ قالوا لا، دي فيها تذكره لفرنسا تشتركي مع ملكه القطن العالمي.